السلام عليكم، مكملين في باقي وصفات المدارس ونستعد بقى للمدارس، وكل عام وانتم بخير. النهارده هنعمل مع بعض الجبنه الكريمي. انا عن نفسي بعملها واكتشفتها مؤخرا بطريقه سهله، بحاجه كنا فعلا ممكن نرميها، باللبن القاطع. باللبن القاطع هنحوله لجبنه كريمي وجبنه كيري، سهله جدا. بدل ما بنشتريها بالشيء الفلاني من بره، نقدر نعملها في البيت بكل سهوله. طبعا مش هنتكلم في التوفير ولا في التكلفه قد ما هنتكلم في النظافه. تابعوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش اللي بيتفرج عليا يضغط لايك للفيديو واشترك في القناه، عشان هنعمل لسه باقي وصفاتنا. التوست من غير قالب والفينو، ويلا نشوف هنعمل الفيديو ده ازاي. عندي 2 كيلو لبن قاطع من في الفريزر، شلته، كان كل كيلو لوحده، حطيتهم كده في حلة على بعض وحطيتهم على نار هادية لغاية ما سخن. وهنا يعني ده كان شكله قاطع من غير ما اضيف اي حاجة. طيب يا نهى، انا ما عنديش لبن قاطع، اعمل ايه؟ هاتي كيلو اللبن وهتبتدي تضيفي 3 معالق كبار من الخل زي ما واضح عندكم في الفيديو. انا هنا برضو ضفت 2 معلقة كبار من الخل برضو احتياطي، تمام. لكن هو اللبن نفسه كان قاطع وكنت شايلاه في الفريزر ان انا ممكن اعجن بيه، اعمل بيه اي حاجة تاني. بس لما عرفت بقى طريقة الجبنة الكريمي من اللبن القاطع، بقيت فعلا بتمنى اللبن يقطع معايا كل مرة. هنا بقى سبته بقى وهو دافي 10 دقايق بس يهدى تاني ويبرد عشان اعرف اتحكم. هنا كنت صفيت بقى اللبن، طلع لي الجبنة لوحدها وطلع لي ده اللي بيقولوا عليه الشرشة. او هنجيب الخلاط بتاعنا، ضفت فيه اللي هي قطع اللبن المتبقية دي اللي صفيتها، ضفت عليه 3 مثلثات جبنة. تقدري تستخدمي كيس لبن نيدو اللي هو او 2 معلقة كبار من اللبن النيدو اللي هو اللبن الباودر. تقدري تستخدمي القشطة اللي هو وش اللبن الحليب العادي. تقدري كمان تستخدمي اللبن يعني الحليب العادي. هنا ضفت عليهم 1/2 كوباية من المية اللي متبقية او اللبن القاطع، ضفت منه 1/2 كوباية. وكان برضو هنا على جنب ضفت كمان 1/2 كوباية من الزيت بس على مراحل، كمان هنضيف 1/2 معلقة صغيرة من الملح. كل ده في الخلاط. هنبتدي نشغل الخلاط. هنا الخلاط بتاعي ما كانش لسه عايز يشتغل، فضفت له برضو 1/2 مية اللبن، ضفت كمان حوالي 1/2 كوباية تاني، يعني ضفت حوالي 1/4 كوباية من مية اللبن عشان بس الخلاط بتاعي يشتغل. هنا اول ما اشتغل هنبتدي بقى نضيف الزيت حبة حبة ونضرب تاني في الخلاط. طبعا ما ننساش 1/2 معلقة صغيرة من الملح، تمام، علشان بس زيادة للنكهة. هنا هشغل الخلاط وهو بيشتغل، هبتدي اضيف الزيت حبة حبة كأننا بنعمل مايونيز، علشان خاطر هو ده اللي هيدي قوام الجبنة بتاعنا، تمام، حبة حبة كده واحنا مشغلين الخلاط. وطبعا مش عايزة اقول لكم برضو تفصلوا الخلاط علشان بس الموتور بتاعه ما يتحرقش، ونرجع نكمل الخطوة دي، تمام. مش عايزة افكر حبايبي باللايك، واللي لسه ما شافش القناة ياريت يشترك بقى علشان لسه هنكملين وصفات المدارس الجميلة. انا لسه لغاية دلوقتي بمنتج في فيديو جميل جدا هيعجبكم، هينزل حوالي بكرة او بعده ان شاء الله. هنا بس شايفين قوامها ازاي وسهلة ازاي. هنا كان عندي قالب صغير اللي هو المستطيل بتاع الانجليش كيك كده صغير، غلفته بس بكيس، مسحته الاول بمسح من الزيت وحطيت الكيس علشان خاطر الكيس بس يثبت في القالب. وبعد كده ابتديت صبيت 3/4 الجبن الكريمي. هنا عليها بس مربعات او مثلثات يعني زي ما تحبوا، هنا تقدروا تشكلوها زي ما يعجب. بس نصيحة مني، شيلوا القالب ده على طول في الفريزر وتقطعوا الجبنة وهي متجمدة. ليه؟ لان هوريكم حاجة حصلت معايا اخر الفيديو، تمام. انا هنا شلته في التلاجة حوالي نص، بعد كده جبت كوباية عايز اعمل بقى بنكهة الهاليبينو، جبت كده قرن فلفل مشطشط قطعته كده في الكوباية ونزلت بباقي الكمية بالمنظر ده وابتديت اقلبها. طبعا الفلفل مش هيسقط لان الجبنة سمكها تخين شوية، تمام. فقلبتها كده ونضفت الكوباية بتاعتي ودخلتها في التلاجة برضو نص ساعة. كانت بجد بصراحة يعني الكوباية دي ما بقتش موجودة يعني بهنا والشفا ان شاء الله كده. بس بصراحة اللي هيعملها فعلا هيدعيلي. هنا بعد نص ساعة بصوا بقلب الكوباية قدامكم، مفيش ولا حتى نقطة مية نازلة ولا اي حاجة نازلة منها، تمام. وهنا القالب بتاع الجبنة زي ما قلتلكوا، نصيحة مني شيلوه في الفريزر لو انتوا هتقطعوها، تمام. هنا بس فضيتها كده على بتاع على طبق علشان اقدر اقطعها. هنا طبعا عشان سبتها في التلاجة وسبتها نص ساعة
يعني هنا مسكت في بعض. بس طبعا لو انا كنت هقطعها فعلا مكعبات كان الافضل ان انا اشيلها في الفريزر علشان خاطر يعني تبقى ماسكه في نفسها قوي، وطبعا لما تجمد اقدر اغلفها واقدر احطها فوق بعض مفيش مشكله، مش هتبقى يعني هتلزق في بعض. اسهل واطعم جبنه كيري يعني بصراحه جميله. طبعا اللي عمل فيديو اللانشون في الكوبايه يلحق يكتب لي رايه في الفيديو، او اللي لسه ما شافهوش هسيبه لكم في صندوق الوصف يلحق يجربه وفعلا هيدعي لي. شايفين الجبنه كريمي ازاي سهله وجميله جدا؟ مش عايزه افكركم لسه مكملين في باقي الوصفات، هنعمل الفينو، هنعمل التوست من غير القالب، وهنعمل وصفات جميله جدا، وكمان بنعمل دوناتس الفراخ، ناجتس الفراخ، والبانيه بتاع المصانع. كل ده في الفترة الجاية، كل يوم هينزل فيديو إن شاء الله وصفات الفراخ. من الأيام دي أنا مهتمية جدا بوصفات أصلا، قصدي المدارس، فاللي لسه مشتركش أنصح إن هو يشترك. بقول لكم بقى ليه نشيلها في الفريزر، لأن شايفين وأنا بشيلها من الكيس حاسة إن هي كانت لسه عايزة تجمد شوية، فعشان ما نهدرش حاجة منها تمام، شيلوها في الفريزر وارجعوا قطعوها. ده كان فيديو وصفة النهاردة، أتمنى يكون نال إعجابكم، وأتمنى ما تنسونيش في اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل، واستنوني في الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.